ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ النهاردة يا صحابي هنحكي قصة عن ان احنا لازم نحب ربنا من كل قلبنا ومن كل فكرنا ومن كل عقلنا، واللي هنتعلمها من الآية اللي بتقول من احب ابا او اما او ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني، متى 10:37. وحكايتها بتقول يا صحابي ان كان في مرة قديسة اسمها القديسة بربتوة، ودخلت السجن عشان هي دخلت في المسيحية، وراح باباها حب يضغط عليها عشان يطلعها بره، فقال لها يا بنتي انا مش هعرف اربي الابن ده لوحدي، ارجوك اطلعي لي عشان تربيه التربيه الصحيحه، يعني بايدك انت ارجوك اطلعي. قالت له يا بابا انا عمري ما اسيب السيد المسيح واروح لابني، هل ابني اتصلب على الصليب علشاني انا؟ هل ابني ده هيشفع لي فوق في السماء؟ هل ابني ده اغلى من المسيح؟ راح باباها استغرب قوي لما رجع اقتنع بكلامها، قال البنت دي صح مؤمنه كتير قوي. وفعلا يا صحابي هو قال من احب ابا او اما او ابنا او ابنه اكثر مني فلا يستحقني. وكده يا صحابي خلصت حكايتنا النهارده، واستنوني المره الجايه بحكايه جديده. انا جايه، باي باي.